السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم سلسله جديده ولعبه صدقوني يا جماعه خير من افضل العاب اللي لعبتها بحياتي، وهي لعبه سيكرو شادو داي توايس. اللعبه دي صراحه يا جماعه خير انا العبها كل يوم، يعني احب اللعبه دي من كل قلبي صراحه، من افضل العاب بالتاريخ يعني صراحه. هي وبلاد بور اللعبتين هذا أنا عندي أفضل لعبتين أنا لعبتها بحياتي صراحة، أحب اللعبتين هذه من كل قلبي. بدأت سكير وصراحة اللعبة دي ألعبها يومياً، فصراحة اللعبة جدا جدا حلوة. فبإذن الله يا جماعة الخير راح أرجع وأختم لعبة سكير، بس هذه المرة راح نختمها مع المود. عارفين يا جماعة الخير راح نختمها مع المود، يعني في مود جدا جدا حلو بلعبة سكير. زي ما أنتم شايفين يعني المود هذا فيه بعض الاختلافات، من ضمن الاختلافات دي يا جماعة الخير إيش نشوفه؟ شايفين كيف إيش؟ خلينا نروح نساعده. ايش يا جماعة خير نشوفه، يعني قاتل مرة شيء حلو. فاللعبة دي يا جماعة خير انا ختمتها السنة الماضية ودعمكم فيها يا لطيف الله جلدو. خلينا نشوف راح انهي. فصراحة يعني يا جماعة خير اللعبة دي انا ختمتها السنة الماضية ودعمكم فيها كان جدا جدا جميل، فشكرا لكم. اتمنى صراحة يعني تكملون دعمكم بالسلسلة هذه، ان شاء الله راح اختم المود كامل، اللعبة كاملة مع المود، فاتمنى دعمكم. فصراحة يا جماعة الخير المود جدا حلو، من الاشياء الحلوة بالمود زي ما اقول زي ما شفتوا يعني هنا نشوف ايش نقاط المرة شيء حلو. وكمان من الاشياء الحلوة يا جماعة الخير بالمود انه يعني الزعماء صاروا يضربوا ضربات جديدة، صاروا أصعب، يعني المود يا جماعة الخير من الأشياء اللي سواها المود باللعبة دي، إنه اللعبة صارت أصعب، صارت أصعب صراحة. الزعماء الرئيسيين بالذات صاروا يضربوا ضربات جديدة، الأعداء صاروا أكثر، يعني مثلا ممكن تلاقي هنا أول أربع أعداد الحين ممكن تلاقي لك ثمانية من جد. فمرة صراحة المود يعني حل اللعبة، فبإذن الله يا جماعة الخير راح ألعب اللعبة كاملة على صفحتي. عارفين كيف يعني المود سكرو مع المود راح ألعبها كاملة على صفحتي، فأتمنى دعمكم ضغطكم على زر لايك وسبسكرايب وأي دعم يجي منكم جزاكم الله خير. وريت كمان تكتبوا لي يعني السؤال اللي بسألكم يا جماعة الخير بالسلسلة دي، تكتبوا لي أفضل لعبة من ألعاب السولز عندكم صراحة. أنا والله صعب أختار يعني بلاد بور وسكرو الاثنين والله، يعني ممكن شويه بلاتفور. بس والله كلها يعني زي ما تقولوا عنين براس، انا احبهم صراحه من كل قلبي سكيرو وبلاتفور. فقبل ما نطلق يا جماعه الخير يعني من الاشياء كمان الحلوه بالمود انه في ضربات جديده، يعني في اسلحه جديده، في عندكم زي السلاح ذا يعني تسوي كذا يعني في كاف تيجي تنفجر. تيجي تنفجر يا جماعه الخير عند الاعداء، تصير لهم ضرب بس يعني حتى انت تموت. رهيبه صراحه شيء مو سيء. وكمان شايفين كيف الصحه ترجع، الصحه يا جماعه الخير ترجع، فموت حلو. فاتمنى يا جماعه الخير يعني ما تحرمون من دعمكم وبس، ونبدا بسم الله. اوكي يا جماعه الخير خلونا ننطلق بلعبه سكيرو، يعني صراحه والله من احب العاب على قلبي، يعني يا جماعه الخير اللعبه دي عشق. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير نختم اللعبه. خلونا نبدا يا جماعه الخير. تخيلوا هذا التختيمه رقم 7، يا ساتر استر. عرفك والله لعبه صراحه يعني مستحيل اوقف العبها، احبها صراحه من كل قلبي. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير ونبدا التختيمه 7. فاللعبه دي صراحه يا جماعه الخير يعني زي ما اقول لكم يعني جدا جدا احبها صراحه، يعني العبها بشكل يومي. يعني القتال يا جماعة الخير قتال صراحة جدا جدا حلو. فبالتختيمة دي يا جماعة الخير ما راح احط اللي هو العروض، عارفين كيف اخوان ما راح احط العروض عشان يعني اللي يبغى يشوف القصة يعني العبها اللعبة كاملة مترجمة يا جماعة الخير. عارفين كيف القصة يعني الحوارات وكل شيء يعني والعروض موجودة يعني على القناة مختمة تختيمة كاملة. التختيمة دي بس راح تكون يعني عبارة عن يعني من غير عروض عارفين كيف. فخلونا ننطلق اخوان. والله العظيم يا جماعة الخير كل مرة أبدأ اللعبة دي يعني كأني أول مرة بلعبها، أحبها والله من كل قلبي، أمنية والله أتمنى بالمستقبل يسوون الجزء الثاني من لعبة سكيرو. لعبة سكيرو يا جماعة الخير يعني من الألعاب اللي لازم تحفظها، عارفين كيف تحفظ يعني طريقة القتال و مواجهة الزعماء عشان تتقنها، يعني لازم بالبداية تحفظها وتتقنها، بعدين يعني خلاص تصير معلم فيها. يعني سكيرو يا جماعة الخير من الألعاب اللي مستحيل تقتل الزعماء من أول محاولة، يعني ده أول محاولة لك باللعبة. عشان الزعماء يا جماعة الخير واللعبة كلها بشكل عام عبارة عن حفظ، لازم تحفظ الضربات ولازم تحفظ الطريقة اللي هجموا فيها الأعداء.
فانا اول مره لعبت اللعبه فيك يا اخوان، اول مره لعبت اللعبه ما كنت اعرف النظام، يعني كان عبالي زي العاب السولز كذا فيها ليفل اب، عارف كيف تقوي نفسك وتعلم مستواك وكذا، بس لكن لا والله لعبه سكيرو غير. لعبه سكيرو يا جماعه الخير عباره عن انك لازم تتقن القتال، خلاص اذا اتقنت تصير والله من نفس الالعاب. خلونا نكلم لورد كرو. تخيلوا مؤخرا عرفت انه هذا ولد مو بنت. والله لي سنين العب اللعبه، عارفين اخوان لي سنين العب اللعبه، والله على بالي انه بنت. طلع ولد ذا. الحين خلونا ناخذ التعويذه، خلونا ناخذ التعويذه يا جماعه الخير. التعويذه حقت لورد كورو، خلونا ناخذها. فالمود يا جماعه الخير غير اللعبه بشكل بسيط، عارفين مو بشكل كبير، بشكل بسيط يا اخوان، خلاها احلى صدقوني واصعب، بس لكن يعني صعوبه حلوه عارفين كيف. خلنا نخش فيه. وزي ما تشوفوا يا جماعة الخير اللي هي النقاط اللي نستخدمها بالمهارات لما تصير، شايفين الحين صارت ثلاثة، لا عارفين كيف صارت ثلاثة الحين الرموز هذه يا جماعة الخير اللي استخدمها صارت ثلاثة، فكل مرة اقتل واحد تزيد، يعني هذا الشيء من الأشياء الجديدة بالمود، مرة شيء حلو. اوكي قتلناهم كافو. يعني يا اخوان انا ما افتكر صراحه لعبه بحياتي اتقنتها قد اللعبه دي، ابدا ما عمري اتقنت لعبه زي اللعبه دي. لعبه حلوه صراحه يعني، وعلى قد ما تلعبها على قد ما تتقنها اكثر. يعني والله اللعبه يا جماعه الخير انا برايي لما تتقنها مو بالبدايه والله تصير من اسهل العاب السولز. اوه انتبه. اوكي خديه. حلو حلو كافو كافو. هنا 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 يا جماعة الخير الحين راح نواجه زي ما انتم عارفين جونيتشيرو. جونيتشيرو يا جماعة الخير انا قتلته كثير بالمحاولة ذي، عارفين المحاولة الأولى اللي ذحين، بس لكن بالمود صراحة يعني ضرباته مختلفة، يعني يضرب ضربات جديدة، ف ما قد قتلته يا جماعة الخير بداية اللعبة. هو طبعا معك محاولة واحدة عشان كذا ما يمدي لي يعني أكثر من مرة أحاول، فحاولت يعني انا ختمت المود ذا عارف كيف يا جماعه الخير مره واحده قبل المره دي، بس عشان احفظ واشوف فين اماكن الزعماء وكذا. فمحاولتي الاولى بالمود ما قتلت جونيتشيرو، بس لكن يعني ان شاء الله بحرا اقتله. والله زي ما اقول لكم يعني هو يعني اذا قتلته وما قتلته يعني ما تفرق بشكل كبير، يعني انا كل اللي اعرفه انه لما تقتله بالبدايه كيف يا جماعه الخير جونيتشيرو، لما تقتله بالبدايه الاعداء جوه اللعبه يدوك ظهرهم بزياده، اكيد ميزة حلوة، بس والله يعني مي مرة ضرورية. فان شاء الله راح نقدر عليه. وبالله ايش رايكم بالسكن ذا اللي مدي سكره؟ مرة عجبني صراحة. راح نظل عليه باذن الله التختيمة كاملة. ان شاء الله راح اختم اللعبة تقريبا بسبع ثمانية حلقات بالكثير. اوكي يا اخوان خلونا نخش فيه. اوكي التشيمونجي فيه. افضل مهاره باللعبه يا جماعه الخير مهاره يقولوا لها الاتشيمانجي مره رهيبه. اوكي خلينا نخش فيه. حلو حلو فلتنا. انتبه. اوكي اوكي خلينا نقوي نفسي. نايس نايس بدايه حلوه. شايفين الضربة دي جديدة اللي بالقوس دوبها، يعني هو كان يضرب بالقوس بس الضربة دي يا جماعة الخير. اوه انتبه الضربة دي يا اخوان يعني مختلف، انه صار يشحنها، يعني صار يشحن اللي هو القوس. كافو كافو هنا الفيس الاول. ان شاء الله مقدر عليه. يقول لا يمكن ان نهزم، حتى نهزم باذن الله. اوه والله بننهيه. كافو
انهي هو ذا اللي نبيه. حلو حلو. نهينا يا جماعة الخير. بس كذا كذا خلاص يعني سكيرو راح تقطع يده. راح اخلي العرض ده صراحة عشان يعني من اجمل العروض باللعبة. بوم يا ساتر استر. والله اول مرة يا جماعة الخير شفت العرض ده. فجعت صراحة الطريقة اللي قطع فيها يده رهيبة. Shinobi'd know the difference between honor and victory. The divine heir is coming with me. اوكي يا اخوان خلونا نكمل. خلونا ننطلق بالتختيمة دي. يعني اذا ختمت اللعبة هذه المرة راح تكون ثالث تختيمة لي على فكرة على القناة. افتكر اول مرة ختمتها يا جماعة الخير كانت باللي هو اول ما نزلت اللعبة. والله كنت صراحة ما نعرف العب اللعبة اكون صراحة معاكم. يعني هي اللعبة ذي والله يعني يا جماعة الخير والالعاب كلها بشكل عام يعني بس افهمها يعني واتقنها راح تصير سهلة يعني سواء العاب السولز او اي لعبة. بالله كيف الجرابلينج هوك شايفين كيف لونه سماوي مرة رهيب شكله. كلها السكنات دي يا جماعة الخير تحملها في كيف يعني كذا زي المود تحمل سكنات و... يعني البي سي صراحة يا جماعة الخير عالم ثاني. شايفين ايش هنا يا جماعة الخير شايفين؟ يعني الاشياء الحلوة بالمود ذا يا لطيف شوف كيف قوته. من الاشياء الحلوة بالمود ذا انه يعني نشوف ايشن شايفين هذا هو. والله ترى مدى جلدهم لحاله بس ايش خلونا نساعده. بالله على بخيس حلو حلو. نحن ذا خلينا نشوف راح ينهي ذا. بالله بس خلينا نشوف جماعة الخير راح ينهي ذا. صدقوني انهيهم. والله بنهيه. ويلك شوف البركة. بالله بس خلينا نشوف. كافو قدامنا تشيمان جدي. افضل مهارة باللعبة دي يا جماعة الخير. الله والله والله دا. خلاص خلينا ننهي. مرة رهيب صراحة ايشن. والله المواجهة الأخيرة يا جماعة الخير. شوف كيف اختفي. مرة رهيب. يعني صراحة ما أدري كيف سووها يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني صراحة يا جماعة الخير ما أدري كيف حطوه باللعبة كذا يعني إنك تشوف يعني عارف كيف بالمكان ذا وتشوفه يقاتل. يعني اللي صمموا اللعبة ما حطوه إنه يقاتل لما تشوفه بالشكل ذا بالقناع. ما أدري كيف صراحة ما شاء الله عليهم. أوكي أوكي هنا عندنا اثنين. حلو حلو حطينا المهارة دي هنديه. كافو كافو ادينا. حلو ننهي اللي بعده. خلينا نروح للاخير ذا. ما ادري ايش قاعد يصير. بصراحة على قد السكنات اللي حملت هذا ممكن افضل سكن عندي. مرة عجبني. اوكي هنا عندنا بعض الكلاب. يعني صراحة يا جماعة الخير أنا قلتها كثير وأرجع أقولها أنا أبدا ما قد شفت لعبة بالتاريخ أتقنت القتال زي سكيرو. والله ما شاء الله تبارك الله يا أتقنوا يعني بطريقة يعني صراحة فروم سوفت فكة يا جماعة الخير الشركة اليابانية أجرموا أجرموا والله باللعبة دي من ناحية القتال. مرة رهيب يعني الطريقة اللي تصد فيها وتضرب فيها إبداع والله إبداع. هذا خلونا نكمل يا إخوان. الحين هنا كم راح تشوفوا اختلاف. يعني زمان لما كنت اجي هنا ما كانوا الاعداء بالمنطقه دي يا جماعه الخير كثيرين زي كذا. الحين شوفوا في واحد فوق هنا في واحد فوق كمان هنا. خلونا بالبدايه اطلع للي هنا. والله كان المفروض اني اختفي بس ما عليكم. ايوه خلونا بالبدايه اقتل الديك ذا. حلو حلو هنا. يعني دول لو ما قتلتهم راح يساعدوا الزعيم اللي تحت اللي راح نواجهه. فايش خلونا نقتلهم من دحين يا جماعه الخير خلاص يعني وارتاح منهم.
حلو حلو. هذا الأول قتلنا، أعتقد إنهم أكثر من اثنين، أو ممكن اثنين صراحة، يعني ممكن ناس أنا. آه هذا خلونا نديك كذا، هذا يا جماعة الخير نديك كذا. أوكي وخلونا يا جماعة الخير نروح نخش بالزعيم. بلا شوف الضربة دي وتلفوا كذا. مو داري هو فين، راح تشوفون استخدمها كثير المهارة دي. طحنا الشمانجي ثم المهارة دي عليهم يا جماعة الخير. يعني صراحة شوف انا فاتح كل المهارات باللعبة، كل المهارات فتحها، بس زي الشمانجي والله خذوا مني العلم ما فيه. فبس اجيبوا علينا عشان تشوفون يعني من الميزات القوية بالشمانجي. اوكي خلوه يجي، ليه ما يجي؟ زعل ولا؟ اوكي المشكلة انا ابغى يطلع من هنا. كنت تطلع من هنا. اوكي كذا اسحب لكم. من الشيء الحلو بلتش مانجي شايفين الصد حقي كيف يا جماعة الخير. شوفوا دحين كيف يصير، بس خلوا تجي فرصة مناسبة. شوفوا كيف دحين الصد حقي يرجع لورا، والصد اللي عنده هو عارفين؟ يقعد يزيد. مرة شيء حلو. يعني تضرب عصفورين بحجر. حلو حلو، ما دك تشحنها زي كذا. شوفوا كيف. اوه بس ايش تاخذ وقت. اوكي يا جماعة تأخرنا هنا. هنا هنا الحمد لله. ومن الاشياء الحلوة كمان زي ما انتم شايفين، يعني اللي يعرف اللعبة ممكن يقول عبد العزيز ايش السيف ده، هذا شيء جديد. هذا يا عزيز المتابع يعني في منطقة نروح لها، راح اخصص عنها حلقة كاملة. اذ جيت وسويت زي كذا يطلع الزعيم ذا وتواجهه، يطلع لك وتواجهه. انا بالبداية قرأت انه مكتوب سامن، قلت اوه لا مو معقولة ما ادري اسوي سامن ويجي معايا، مو معقولة. بس لا ما طلع زي كذا، طلع يا جماعة الخير انه في مكان تروح له بالمنطقة ذيك اللي عند النحات، عارفين يا جماعة الخير النحات ذاك، تروح هناك وخلاص كيف تسوي زي كذا وتواجهه، يطلع لك ذا وتواجهه. يعني زي الموت كذا مرة حلو، راح اخصص ان شاء الله حلقة كاملة عنه. انا الحين خلونا نكمل، نكمل دحين يا جماعة الخير. بس بالبداية خلونا نستخدم السكر حق اللي هو ولا يخلينا نختفي. يعني صراحة يا جماعة الخير والله ما ادرون قديش انا دحين مبسوط اني قاعد العب سكيرو. يعني انا عندي قائمة يا اخوان، يعني مسميها قائمة يعني انه العاب عبد العزيز لازم تختمها. من ضمن الالعاب كنت حاط سكيرو، وكنت مستني يعني متى يجي الوقت اللي اختم سكيرو، عارف كيف يا اخوان. فكنت كل شويه اجيلها، كل شويه اجيلها صراحه، عشان كان يعني ما ادري كنت استنى الوقت المناسب اللي اختم في اللعبه دي. فالحمد لله خلاص جاء الوقت ذا، وننهي ذا. خليه معايا، ايوه خليه معايا يا جماعه الخير افضل. خلونا نخليه معايا ليش لا، خليه معي ليش لا. اوكي اوكي ودحين في واحد ثاني هنا كمان، خلوني اخليه معايا. يعني اللي يعرف اللعب يعرف انه هذا عمره ما كان هنا، بس ايش خلوني اديه. حلو حلو صاروا اثنين معايا خلاص، هذول ما اقدر عليهم. نروح يا جماعة الخير اخش فيهم. حلو حلو هنا ابشركم هنا. يعني والله يا اخوان هذه من اكثر الالعاب اللي ختمتها، ابدا ما قد ختمت لعبه قد لعبه سكيرو. اوكي خلينا ننهي ذا اللي هنا. حلو حلو هنا. ايوه خلاص نهيتهم كلهم وذولي ماتوا. في واحد هنا، قول بس انهي الاخير ذا. يعني زي ما قلت لكم المهارات بالله، بس معلش خليني اوريكم اسرع. المهارات يا جماعه الخير كلها جبتها انا، كل المهارات جبتها، بس زي الاتشمانجي صدقوني ما فيهم. ثم يا جماعه الخير هذه على الاعداء رهيبه رهيبه صراحه. يعني حتى اخر زعيم باللعبه اللي هو في الحداد ايشن استخدم المهاره دي. الحين خلينا ناخذ الجرس ذا عشان نروح بعدين ونواجه ليدي بترفلاي. I am not your son. يعني بالتختيمة دي يا جماعة الخير راح أسرع الكلام. أنا والله لعب تختيمة كاملة مترجمة فيها الحوارات وفيها كل شيء، يعني بلا سامحوني يعني اللي يبغى الحوارات يبغى ذا، أنا مختم تختيمة كاملة فيها كل شيء. أوكي أوكي هذولي نسيتهم والله.
اوكي هذا خلونا ننهي كذا. حلو حلونا هنا وبقي لنا واحد كمان هنا. يعني هذول كلهم ما كانوا موجودين باللعبة الأساسية. يعني الديك ذا ما افتكر انه موجود هنا. بس لكن ايش هذه من الاضافات الجديدة بالمود. اوكي خلونا نكمل. اوه هنا لازم اختفي. انا يبغى لي له بس معلش يا جماعة الخير. انا يبغى لي احط ال احط يا جماعة الخير السكر ذا اللي خليني اختفي هنا. بكيف بسرعة دي. فالمود يا جماعة الخير يعني صعب اللعبة. تخيلوا آخر زعيم باللعبة عارفين انتم اللي هو ايشن هذاك النسخة ذيك عارفين كيف الحداد ايشن. والله يا جماعة الخير جلست اتدرب عليه يمكن زي 4 أيام أو 5 أيام ما قدرت أقتله. ما غير قاعد أحاول بعدين خلاص يعني قدرت أقتله. بس لكن بعد تدريب فيعني يعني مو اللي اتقنته بس لكن خلاص انا عرفت كيف اقتله. مره صعب والله يا جماعه الخير. يضرب ضربات كثيره راح تشوفون ان شاء الله راح نواجهه باذن الله نهايه اللعبه. اوه لا والله مو ذا اللي ابغاه. اوكي مو ذا اللي ابغاه. هذا يا جماعه الخير اللي هو العدو ذاك اللي يقولوا له الذيب عارفين اللي يواجهوك بيد واحده تحت فكلهم بيخشوا فيه. خلينا نروح لهم واحد ذا. اوكي كفو كفو. حلو حلو باقي الاخر اثنين. هذا عاد خلاص اوه هذا اللي معايا. اوكي خلاص بس هذا خلينا نشوف هذا ماده اظن قتلوه. ليه بس خلينا نشوف. والله اظن قتلوه. خلاص خلينا نكمل. خلونا نكمل يا جماعه الخير. اللعبه الجميله ذي من احب العاب على قلبي والله هي وبلاد بور. هذه افضل لعبتين عندي. اوكي خلونا بالبدايه قبل ما نروح نواجه الغول ذاك اللي فوق ناخذ الشيك بوينت اللي هنا. يعني صراحه يا جماعه الخير اللعبه دي افتكر انا ختمتها قبل سنتين اظن عارفين يعني اخر تختيمه يوميا تجيني تعليقات منكم كيف بخصوص اللعبه ذي سكيرو ودعمكم فيها صراحه متواصل فوالله شكرا يعني شكرا بكل قلبي. اوكي هذول سمعوني. حلو ان شاء الله اللي يجي واحد. اوكي شوف كيف انهي. حلو حلو وتعال انت كذا. هذا لما تواجهه عارف كيف المواجهه الثانيه يصير ضعيف شايفين زي دوبو قتلته بضربتين بس. اوكي دحين يا جماعه الخير نبغى نواجه الغول. الغول نقطه ضعفه اللي هي النار. النار يا جماعه الخير يعني نقطه ضعفه بس لكن يعني من خبرتي يا جماعه الخير باللعبه النسخه دي من الغول كيف يا جماعه الخير عنيف بزياده مره صراحه يعني جدا قوي. يعني راح تشوفوا دحين يعني حركاته ذيك المسكه يعيدها كثير. يعيدها كثير يا جماعه الخير. والله ما استبعد انه يقتلني. اوه نشبت شايفين هذا غاز فخلونا نحلق كذا. هذه من الاضافات الجديده بالموت مره شيء حلو. اوه والله دي ما ادري كم جت فيني. اي مسكه شايفين هذه يسويها كثير ذي. حلو حلو نهينا الفصل الاول وباقينا الثاني كندي. حلو حلو بشركم حرقناه حرق المخيس. لا لا لو سوى المسكين مصيبه. لا قتلني يا ساتر. قيل لكم والله النسخه دي جدا عنيف الله ياخذه. بس اعتقد بدنا نرجع ولا مو الا بدنا نرجع. ومن الاشياء الحلوه شايفين كيف صحتي رجعت. يعني ما استخدمت سحافات صحتي يا اخوان هي اللي رجعت. انتبه انتبه انتبه. لا هذه فيني. اوكي اخوان دي اوكي قد فرصتي.
أنهي كفو كفو. نهينا الحمد لله. وشايفين حتى الغول مدى نستدعيه، يعني هذا اللي أخذته جماعة الخير. أول واحدة أخذته هنا هذه، هذه تستدعي اللي هو الجنرال اللي مع السيف، وهذه نستدعي فيها الغول. مرة شيء حلو. هذه حنخلو نروح نهدى. حلو حلونا هنا. وخلونا نكمل. يعني النقاط دي اللي استخدم فيها المهارات اللي اسمها الرموز خلاص فل 20 و 22 كمان كافو. فخلاص مدى نقتل الجنرال اللي هنا. بس لكن يا جماعة الخير هذا الأعداء اللي عنده جدا كثير. ف خلونا بس بالبداية نسوي كذا. وخلونا نروح ننهيهم. فعارفين لما اقول لكم الزعيم الاخير طولت معه صدقوني اخوان جلست 4-5 ايام شيء زي كذا، بس احاول صدقوني بس قاعد احاول معاه، يعني بالقوة صراحة اتقنته. ان شاء الله راح تشوفون اواجه نهاية اللعبة، يعني زعيم صراحة جدا صعب ولا شيء عند النسخة اللي من اللعبة نفسها. فينا جماعة الخير ايش النسخة الرئيسية من اللعبة نفسها. والله كان بفترة ما يسمعون، بس يلا النسخة حقت الموت أصعب بكثير والله يا مرة بكثير أصعب. أوكي خلونا ننهي ذا. أوه اثنين هنا، والله نسيت إنهم اثنين هنا، بس ما عليكم خلونا نروح ننهي ذا إن شاء الله مدى نجي من ورا. أوه أوكي أوكي شايفين ذا كمان جاء. شو الفوضى دي؟ ترى عدادوا الاثنين. والله بحاول اقتل ده عشان نفضل الزعيم. مين اللي فوق ده؟ باقي لي واحد فوق بالله، بس خليني اروح اتوصل فيه. على بال ما دول الاثنين يطحنوا بعض. حلو حلو. ويلك والله جلدوا بعض جلد. اوكي انا ابغى ده. انا ابغى ده ان شاء الله بدنا نجي من وراه. حلو حلو اوكي باقي لي ذا. تعال انت هنا خلينا نتفاهم. ياخذك والله جاب بنهيني. يعني مشي صعبه صراحه بلعبه سيكيرو انه مداهم انه اي لحظه العدا. اوكي خلينا الحين نخش فيه. حلو حلو قريبا هيكم الفاز الاول. اوه انتبه. كافو كافو دي من اتشمنجي. حلو حلو ردي كمان. اذا سوى زي كذا يا جماعة تخر الدرع حقه يرجع خلاص كامل على طاقة الدرع، فلازم نخلي يعني يقوي نفسه. اوه انتبه. حلو حلو نهايته نهايته يا جماعة الخير. خلونا نكمل حتى ذا مدى نستدعي ونواجهه. يعني زي ما اقول لكم مود رهيب صراحة، راح اسوي حلقة كاملة عنه. وخلونا نكمل دحين. راح يكون عندنا الافعى. اوه الافعى دي اكره اكره والله. خلوني بس بالله اشيل المهارة. والله المهارة دي ترى مرة رهيبة اللي دحين بشيلها. خلوني اضيف. بس ايش يعني والله انا عشان يعني طريقة لعبي، يعني والله ترى في مهارات كثيرة حلوة بالله، بس انا طريقة لعب يعني هذه الاشياء اللي احبها اللي هي ضربة الاتشمنجي والمهارة دي حقت اللي هي الخريف خلونا نقول نسيت اسمها.
يعني مهارتين دي صراحة مرة تعجبني. والسيف الأحمر كمان مرة رهيب. يعني تختيم يا جماعة الخير له لفكة اللي قبل سنة كنت استخدم مهارة السيف الأحمر بشكل كبير، يعني ساعدتني والله بشكل كبير باللعبة اني ختمها. اوكي دحين نكون ندس هنا بإذن الله يا جماعة الخير. يعني الأفعى يعني راح يجي وقت راح نقتلها. والله ما أدري يعني صراحة أنا يعني بحاول قدر مستطاعكم إني ما أحرق عليكم. والله ما أدري يعني عشان لعبة قديمة يعني فسامحوني والله في أحد حركت عليه، يعني والله مو قصدي. أوكي خلنا ندخل هنا عشان ندي الطعنة. كيف ودينا؟ شوف كان صرع حسن. الله اكره الافعى دي. شوف كيف يا ساتر خلنا اعور. خلونا ناخذ الشيك بوينت ذي. الحين يا جماعة الخير راح يكون عندنا أول زعيم رئيسي، يعني من أكبر التغيرات بالمود يا جماعة الخير، يعني من أكثر الأشياء اللي غيرها المود باللعبة إنه الزعماء الرئيسيين مرة غيرهم بشكل كبير لدرجة حتى الزعيم ذا اللي والله يا جماعة الخير يعني كنت ممكن أقدر أقتله من غير ما يضربني أي ضربة. انتبه هذول ترى صاروا أجمد كمان. بس خلينا الحين أوريكم الزعيم دحين حق الحصان ذاك صار مرة قوي راح تشوفون. بس خلونا ننهي ذا. هذول صاروا اقوى عندهم ضربة جديدة مرة رهيبة. ما ادري ذا راح يسويها ولا لا. في زي الدبل مرة رهيبة. صدقوا راح تشوفوها. دموع مع العدو ذا حتشوفوها مع واحد ثاني. اوكي اللي هنا شك وهذا الشيء ابدا ما ابغاه انا. انا والله ما كنت ابغى ابدا بالجهة ذي، ابغى ابدا باللي تحت. بس اوكي خلاص خلونا ننهي ذول اللي هنا. خلونا ننهي ذا. رهيب المهارة دي والله مرة تعجبني. دحين خلونا ننهيهم ذول اللي هنا. ما ادري كيف شكله الله ياخذ. اوه هو ذا. خلو بس حق الربح يوخر. الفكرة بعد قصدي. اوكي 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 هذا لف كفو. خلوني اختفي. شوف نختفي افضل. كيف يا جماعة الخير خلونا نختفي بس. اوكي هذا هم واحد الحمد لله. ونا هنا في عندنا ذاك الزعلان. في عندنا الثلاثة هنا مع الجنرال. خلوني ابدا بدا. يعني انا لو قتلت هذاك خلاص انا بالسليم. يبقى انا اوريكم ايش راح اسوي. انا اوريكم يا جماعة الخير ايش راح اسوي بس باذن الله اني الحق. تلحق كفو لحق. اوكي اوكي ان شاء الله ذا الحقه كمان. تلحق كفو لحقناه. خلاص مو لازم اخليه معايا. حلو دانا هنا. كف كف توصلنا فيهم. باقي لي بس اللي فوق ذاك. خذ دي كذا. يعني والله اتمنى بالمستقبل يعني شركه فروم سوفت تسوون جزء ثاني من سكيورو. ليش لا؟ يعني الطريقه اللي تنتهي فيها اللعبه يا جماعه الخير على فكره. الطريقه اللي تنتهي فيها اللعبه يعني ما داهم يسوي جزء جديد. يعني اتمنى والله بالذات انه اللعبه الوحيده ذي اللي من شركه فروم سوفت فازت بلعبه السنه. فليش لا؟ يعني لا دارك سورز فازت ولا بلاد بورفا. يعني سكيورو فازت فيعني هذا اكبر دليل انها لعبه يعني نجحت. الدرينج يعني مساله وقت راح تفوز ان شاء الله. اوكي اوكي بالله بس ثواني. خلوني بالبدايه يا جماعه الخير كان نسوي كذا. اوكي
هذا راح تشوفون دحين عنده ضربات جديدة. صار ابدا مو سهل صدقوني. بس ما اقدر عليه ان شاء الله من المحاولة الأولى. شوف كم ضربة دي؟ مصيبة والله لو مسكني برمح وكذا صدقوني يا جماعة راح اموت. اوكي انتبه. حلو حلو ما جرى شيء ابشركم. حلو حلو. والله ما توقعت صراحة الفيس الاول انهي بهذه السرعة من جد والله. بس الحمد لله. كفو. والله الضربة دي نفسي مسكها بس عشان اوريكم هي. مصيبة والله. متى يجي له كذا؟ لا والله ما مدى. اوكي اوكي خلوه يجي. والله انا كان بدي الله يهديني. بس والله نفسي اوريكم الضربة اللي اسويها. انتبه. اوكي ابشركم فلت منها. حلو حلو والله بنهي ابشركم. حلو انهي. كفو الحمد لله انا هنا. انا هنا يا جماعه الخير. نقول سامحنا قلت شروه. عارفين وعد قلنا تشروه راح نواجهه ان شاء الله بالحلقه دي. هذا خلونا نروح نكلم ايشن. يعني صراحه كثير اشوف تعليقات منكم تقولوا لي يا عبد العزيز يعني انا ما احصل ايشن. ايشن يا جماعه الخير يجي وقت باللعبه لازم تكلمه. فعشان تكلمه يعني يجي وقت اللورد كورو تقول له يقول لك روح كلم ايشن. عشان تكلم ايشن وتلاقيه بالقلعه حقته لازم بالبدايه يتكلموا من هنا. يديك مهمه بسيطه يقول لك اقتل لي بعض الفئران ويقصد الصغار ذولك عارفين. خلوه مش كلام. Which means is that who? Go. Right. What? Very well. What is? Go. عارفين يا جماعه الخير. كله عليك تروح تقتل من عدال الصغار ذولك ترجع له. ولما ترجع له خلاص يعني انت هنا يعني زي ما تقول كملت الكوست حقه الطلب حقه يعني كلمته خلاص فراح تلاقي بالقلعه حقته بعدين. هذا خلينا نشوف اذا هنا ما تشتري شيء. ايوه شيء مهم كمان لما تكلموا يا جماعه الخير يعني انا عشان لاعب اللعبه اكثر من مره. لما تكلموا يا جماعه الخير يديك اللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد يديك يا جماعه الخير العلم حق المهارات حق اللي هو قسم إتشيمانجي. أهم شجرة مهارة عارفين كيف؟ أهم شجرة مهارات يا جماعة الخير تاخذها من إيشن لما تكلمه لما تسوي الطلب حقه ذا إنك تروح تقتل بعض الفئران. فخلوا نروح نقتلهم من هنا. هم أيوه من هنا. فلعبة حلوة دي والله يا جماعة الخير. يعني بدعوا فيها ابداع والله. اوكي دحين عندنا ذا. ابغى اختفي انا. يو خلونا اختفي ليش لا. والله ما ادري احس اني ما راح استفيد بشكل كبير. المشكلة عارفين ايش انه راح يجي الثاني ذا ويفزع معاه. هنا المصيبة يا جماعة الخير. فايش لا بس معلش خلوني احط يا جماعه الخير اللي هو اوه ما معي السيف لسه صح. السيف تجيبه قدامه دحين. يعني لما تسوي نيو جيم بلس زي ما انا سويت يعني بدايه الحلقه خلينا نجيب لحاله. اوكي ابغى يجي لحاله. لا لحالك تجي. اوكي ان شاء الله راح انهي قبل ما يجي الثاني. السيف الاحمر يا جماعه الخير لما تسوي نيو جيم بلس ما يجي معاك. انتبه. حلو حلو هنا. شوفين الذيب ذا كيف ترى شكله مختلف شويه.
لا والله مو ده، قدام راح نشوفهم ان شاء الله. في بعض الضياب صدقوني شكله مختلف. اوكي بس خلنا نقتل ده. اوكي خلوه معي ليش لا. هذا اوكي 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 ما شافني ابشركم. حلو حلو نهينا. ويلا كذا والله ما جات ترسم ابدا مي سهله. احنا اخوان خلوني ارجع واكلم ايشن. يعني انا مو لازم كيف اكلمه يعني خلاص العلم حقه يعني شجره المهارات اللي ابغاها من عنده خلاص عندي اوريدي يعني جبتها من اول. بس يعني عشان ابغى اوريكم بس خلوني ارجع له الحين. شايفين هذا هو العلم يا جماعه الخير حق مهاره الاتشيمانجي. لازم تمشي الكلام كله خلاص كذا احنا بالسليم باذن الله. يعني راح نشوفه لما يقول اللورد كورو روح كلم ايشن بالقلعه راح نشوفه. يعني بما اننا كلمناه دحين خلاص راح نشوفه ان شاء الله قدام. فخلونا نكمل خلونا نكمل يا جماعه الخير باللعبه دي. زي ما اقول لكم والله من افضل العاب عندي. خلونا بس اخذ الشيك بوينت ما اخذته. ابغى اسوي ريست انا. ايوه خلونا نسوي ريست عشان يا اخوان. وخلوني اقول اتاك باور. وفي يا جماعه الخير كمان بلا بس ماشي على السريع. في يا جماعه الخير اللي هو باللعبه في كويست تسوي راح اوريكم اياه قدام. الكويست ذا اذا كملته تجيك زي القائمه جديده خلونا نقول اللي هي ذي. اللي هو يا جماعة الخير بالسكيلز بوينت نقاط المهارات تقوي الاتاك باور. اتاك باور انا عندي 64 بس صدقني ما تفرق بشكل كبير. يعني عندي 64 فما ذاك تقويها كمان عن طريق المهارات. هذا كويست تسويه من اللعبة الرئيسية يعني موجود باللعبة الرئيسية. هذا شيء مو من المود. اذا سويته يصير بدك تقوي الاتاك باور عن طريق المهارات. اعتقد مداني هو لازم كم؟ اربع مهارات ولا ما مداني شايفين نوت انف سكيلز بوينت. فلازم اربعة لازم اربعة مهارات يعني. واللي يقول لي كم عندي طب ليش ما تفتح المهارات يعني شوف كيف. جبت كل المهارات يعني اجابة اخر عشق والله. والله انا دائما الوقت اللي ما اصور فيه اقعد العب فيه لعبة سكيرو. اوكي هنا عندنا اثنين ان شاء الله الحقه. اعرفه ده يلف على اخير خلاص بما اني محدد ده خلوك كمل بده. بالله بس ثواني خلينا نحط المارة دي عشان راح احتاجها دحين. اعتقد في واحد هنا ما ادري يجي من وراه. خلاص خلينا نروح نخش فيه. خلينا نخش فيه باللبس معلش. اوكي شايفين الضخام ذول يا جماعة الخير لازم واحد منهم يدي طعنه. ان شاء الله الحق باذن الله راح الحق. لا نكد علي الله ياخذوه. اوه لا والله لحقت كفوه. والله ما كنت متوقع اني راح الحق بس الحمد لله يا جماعه الخير ابشركم لحقت. خلاص دول عاد خلونا نديهم كذا. اوكي فيرو ذا اللي يبغى يقتلني ودي كذا. حلو حلو خلونا نروح ننهي ذا. يعني والله تصير من اسهل الالعاب اللعبه دي لما تتقنها. والله مو جدا صعب اتقانها خذ مني العلم يا جماعه الخير. يعني والله انا من معلم ترى بس لكن ايش ممارسه بس يا جماعه الخير. يعني العاب الصوز بشكل عام يبغى لها صبر بس صبر والله صبر بس و يعني ممارسه مستمره. اوكي الحين عندنا الثور. الثور اعتقد انه ابغى احرقه انا. ايوه انا ابغى احرقه. لما احرقه اسوي له بركه كبيره. المشكله هو ما يدك فرصه تسوي شيء. ما يدك فرصه يا جماعه الخير تسوي شيء. وبالله بس معليش اخر شيء خلوني اجيب المهاره دي حقت السيف رهيبه كمان ليش لا. شايفين دحين صرنا اسرع. شوفوا كيف صرنا اسرع يا جماعه الخير. ان شاء الله يخش فيهم. اوكي 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 لازم اقتلهم بالبدايه ان شاء الله يخش فيكم. اوه يا لطيف ما جاكم شيء والله زي موتوا. اوكي
بالله خلونا بس. ايوه اوكي لا اوكي خلاص الحين راح نواجهه. تبه والله متحمس تبتك هذا حدك بس تجي وراي يصير سهل. كفو 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 والله ضل طيب. اوه يا لطيف مصيبه والله لو جيت قدامه يا جماعه الخير. اوكي اوكي صدق راح اجننك. حلو ابشركم راح حرقناه. او خليني اروق واقوي نفسي. هدي كمان اخترت المهارة الغلط بالوقت الغلط. انا اشوف اني احرق وقفه. حلو حلو حركته. صدقوني ما ينفع مع الا كذا بس بالله شوف الطريق اللي دحين سكروني فيها الثور. شوف كيف ينقز. اوه لا والله خسارة والله ما شفتوها. يعني من العيوب البسيطة باللعبة دي اللي هي الكاميرا. دائما الكاميرا ياما والله اقعد بقتال شوي زي كذا ما نشوف اي شيء. خلوا اقتلوا الاثنين هذول اللي هنا دحين. قتلناهم الحمد لله. شايفين جماعة الخير هنا كمان عندنا شيء مختلف عن اللعبة. إذا جلست عند اللي هو الفكة بالشيك بوينت دي إيش يصير؟ إنك تواجه الثور من جديد. فأكيد الشيء ذا ما نبغاه. دحين يا إخوان في عندي أكثر من شيء يعني صراحة. التختيبة دي كاتبها بورقة. دحين نبغى نروح أعرف كيف نبغى نروح قلعة إيشين يا جماعة الخير. بس إيش ما راح نواجه جريت شيرو دحين. راح نواجه جريت شيرو يا جماعة الخير نهاية الحلقة دحين. خلونا بس أروح أواجه الجنرال ذا اللي فوق. بعدها راح شوفوا بلا شك في جلده بلا. بس خلونا أوريكم ما يقتله مستحيل يعني. شفت أكثر من مرة ما يقتله. صدقوني ما يقتله. شوفوا التشيمانجي كيف سب. حلو والله قاعد يجلده. صدقوني الاعداء اللي زي هذا يسموهم عرفت كيف الذيب. راح تشوفون وجههم كمان قدام. عندهم ضربه جديده يعني ما ادري ليش ما هم راضين يسووها. مره رهيبه صدقوني قدام راح تشوفوها. يعني حافظ اللعبه راح يلاحظ الشيء ذا. انا راح اخلي وجههم ذول اللي هنا. خلونا نوجههم يا جماعة الخير. لا والله مو ذا اللي ابغاه. اوكي اوكي. اوكي اوكي الاخير يا جماعة الخير. حددت الاخير سكيرو. يا سلام باقي لنا الجميل ذا. نروح نخش فيه. والله ما ادري ادي طعنة. خلونا نديها ليش لا. اوكي خلونا نواجهه الحين. انتبه سكيرو. اوه لا خسارة. اوكي بس الحمد لله ما مت. والله صدتها بالوقت الغلط. حلو دحين نتي من التشيمانجي. كافو كافو اديناه. صدقوا قريب انهي لكم اياه. انهي الله الله. اوكي اخواننا هنا الحمد لله. عاد احنا خلونا نروح من هنا.
قالوا لها جماعة الخير روح مين هنا، راح نروح قلعة أشينا بس، لكن بالبداية خلوا نروح من هنا. بصراحة أنا جدا جدا فرحت لما اللعبة دي 2019 يا جماعة الخير فازت بلعبة السنة، كان شيء حلو والله. الفكرة فازت بلعبة السنة، صراحة لما لعبتها ما توقعت تفوز بلعبة السنة، ما كنت استبعد الشيء ذا بس ما توقعت انها تفوز بلعبة السنة. والالعاب اللي كانت تنافس اللعبة دي يا جماعة الخير افتكر، والله افتكر الحفل حق جوائز الالعاب 2019، الالعاب اللي كانت تنافس اللعبة دي كانت Death Stranding و Days Gone. بسوي ريست انا، ايوه خلاص سوي ريست، الاعداء هنا مرة كثيرين، مرة كثيرين. خلونا بالبداية جو اقتل ده. اوكي والله ما كنت ابغى المرة دي بس يلا. حلو حلو هنا. اوكي هنا عدلوا اني اديت هذا طعنه، شايفين خلاص لو اديت ذا طعنه كل شيء راح يصير سهل. اي والله لو اديت بس ذا طعن اللي قدامي انا حافظهم صراحه، بعض الاحيان اظبطها بعض الاحيان ما اظبطها يا جماعه الخير، بس ان شاء الله المره اظبطها. اوكي كافو ابشركم ظبطتها. انتبه انتبه انتبه. اوكي ها حقون مسدسات ضروري لازم يموتوا، ما ادري شو حلو اني مختفي يعني البعدين ما هم شايفيني. شايفين قديش بالله، شايفين قديش يا جماعة الخير مرة كثيرين اعداء هنا. اوكي انت تعلي كذا. اوكي خلونا نقتل ده. حلو حلو ما جت فينا الطلقة. اوه كانت بتجي ضربة طيبة منه. حلو حلو اوكي انا هنا الحمد لله. دحين بقى لنا الزعيم، دحين يا جماعة الخير بقى لنا الزعيم. اوه هذا ما مات، خليني اروح اقتله. والله عندنا زعيمين ذا وواحد نروح له من هناك. يعني خلونا نبدا بدا من الاشياء الجديدة كمان يا جماعة الخير بالمود، صار في واحد من الاعداء فوق، مدري مدى نصيده من هنا، هل مدى نصيده من هنا؟ والله ما اظن مداك، هذا شايفني؟ خلوه بالبداية راح اصيد اللي فوق ان شاء الله يطلق علينا، بعد ننزل للزعيم ذا نتفاهم معاه. هذا صار عنده مسكة جديدة يعني صراحة ماني متعود عليها، بس ان شاء الله اني ما انساها. خلونا نبداها كذا. اوكي اوكي ما ابغى اجيبه هنا انا، والله نفسي نزل لتحت. اوكي اوكي مش ينصح. اوه اوكي هذه المسكة اللي اقول لكم عليها. كافو كافو صدقوا لي بنهي الفصل الاول. حلو حلو نهينا الفصل الاول نديه الحمد لله دنا. شايفين هذه جديدة كمان ضرب اللي دوبها. اوه مصيبة والله لو جات فيني صدقوني، بس ان شاء الله ما راح تجي. لا اوه يا اخي جات فيني صدقوني قريبا هي يا جماعة الخير. حاطها من هيتشيمانجي. صدة واحدة بس. قلت لكم صدة واحدة. أنا هنا الحمد لله، شايفين كم مسكته؟ مصيبة والله. هذا الحين كمان في عندنا زعيم راح نواجهه. الزعيم ده أصعب شيء في المكان تواجهه فيه. ولا هو صدق اللي مو مرة صعب. زعيم يا جماعة الخير نروح له من هنا.
آه خلونا نكلمه ذا. هذا بدنا نواجهه ترى، بس اشوف ان نكلمه افضل. Beautiful. Hey. Hey. Oh, my name. You can. No ma. So I يعني بكلم عشان نشوفه قدام. انا بس بمشي كلامه كله يا جماعه الخير. يعني العاب الصوز بشكل عام اي كويست اي واحد تكلمه لازم تمشي الكلام كله عشان تقدر تشوفه قدام. لو ما مشيت الكلام كله ما راح تشوفه قدام، يعني ما راح تكمل الكوست حقه. فكيف تعرف انه خلاص انت كده بالسليم؟ يعني يعني خلاص سيبه، يعني سويت المطلوب، لما يعيد نفس الكلام. ايوه خلاص الحين خلينا نروح نخش فيه ذا. ما داك تجي من فوق وتدي طعنه الزعيم ذا اللي هنا، بس ايش يعني انا بوريكم اياها كامل. بدات انه يقول يعني يقول دحين لما تيجي تتكلم يقول انا قالوا لي في شنوبي يعني خواف يلفلف هنا، فطلعت انت زي كذا يعني شيء زي كذا يقول انه حقرنا. فخلونا نوري من الخواف الحين باذن الله ما اقدر عليه. كاورد وولف ذيب خايف، والشنوبي ذا على اساس انه ذيب. Broken and incompetent shinobi living in disgrace. I hope to see such a man for myself. يقول اتمنى اشوف رجال. And if he truly cannot die, I'm sure I'll run into him at some point. اوكي خلنا نخش فيه. صدقوني باذن الله ما راح يضربني ضربه. اوه شايفين شايفين لما اقول لكم الكاميرا. اوه انتبه. الله خساره ضربني. والله صدي بالتهي. لا اوكي ابشركم ما جت فيني. والله عنده ضربه رهيبه ما ادري ايش ما يسويها. ديمتش مانجي. والله خلاص كده. خلوه خلوه هو يهجم. والله زي ما اقول لكم عنده ضربه رهيبه ما ادري ايش مرض يسويها. اوكي هنا راح تشوفوا الضربه قدام ان شاء الله. متاكد انا 100% راح اوريكم اياها، يعني المصير راح يعني تشوفوها. هذا الحين بدي اروح من هنا بس ايش يعني مو دحين. دحين بس خلينا نشوف عنده كلام جديد بعد ما قتلت التلو اللي تحت ذا. شنوبي هاف يو هيرد I have not. لا لا خلاص خلونا دحين يا جماعة الخير نروح للي هو قلعة أشنا. خلاص قتلناهم كلهم جلدناهم كلهم. خلونا دحين نروح قلعة أشنا ونجلد الأعداء يا جماعة الخير بقلعة أشنا. هو ذا كيف رجع؟ ايوه صح سويت ريست انا. خلاص منزل نواجههم كلهم. يعني اعداد اللي هنا والله من يوم يومي ما احب اواجههم. في دول اللي هنا الكثيرين مره كثيرين. وصدقوني افضل شيء انك ايش خلاص تسيبهم وتروح سيدة على قلعة ايش هنا من هنا، يعني الطريق لها من هنا. اوه هنا في زعيم. اي والله من الاشياء الجديدة يا جماعة الخير في زعيم هنا. اوه انتبه. بالله ثواني ايش ابغى اسوي؟ اوكي ابغى اجيب يا جماعة الخير المهارة ذي وابغى اروح اخش بده. انتبه لا انفجرت الله ياخذه. اوكي نسيت والله يعني في بعضهم انفجر الله ياخذه، بس كل اللي ابغى اسويه انه ينفجر. فلت الله ياخذه. اوكي فين الزعيم؟ يا لطيف الهبوط. اخش فيه. اوه لا والله بداية سيئة والله. يا ساتر والله بموت انا.
اوكي اوه ذا اللي نبيه من اول كده. حلو حلو، ما لحق يسوي شيء يا جماعة الخير. هذا لما تقتل يا اخوان يسوي المهارة، تاخذ منه المهارة دي، اكثر من مهارة مو بس المهارة دي، يعني والله ما ادري يعني مهارة جيدة بس ما ادري يعني احسها يعني تضرك اكثر منها تنفعك. هذا الحين خلاص خلينا ندعس، يعني مو لازم نواجههم كلهم. نسوي ريست هنا. اوكي خلنا نقتل ده، تنهيه. الحمد لله انا هنا. هنا والله على ما افتكر وضع مختلف، يعني مو زي اللعبه نفسها. عارفين يعني المود اظن بغير اشياء هنا. شايفين ما صار فيه هنا. والله ابدا مو لايك، والله ما ادري اصفر وانادي بس، لكن خلاص خلنا نخش فيه كذا. والله اعتقد انه غلط بدات تبدا، صدقوني غلط اني بدات ابدا. بس ان شاء الله ما يشوفوني، هي اهم شيء الجده دي لا تشوفني، لو شافتني مصيبه. والله كانه في واحد هنا. اخر شيء ابغاه يا جماعه الخير انهم كلهم اسمعوني. اوكي اوكي هذا قاعد يشوف المنظر، خلنا نروح هنا. هو يشوف المنظر كذا نهيه. حلو حلو، بس خلنا نشوف في واحد هنا، كان افتكر في واحد هنا. لا لا خلاص ما في احد هنا، وانا احط المهارة ذي. حلو حلو خلنا نروح نخش فيه. اوه هذا عرفته، هذا الزعيم ده، يعني هذا الزعيم ده حتلاقيه خلاص هنا. كافونا هنا. خلاص خلونا نحط على فوق هنا. في يا جماعة الخير من اللي انفجروا، خلونا نوريكم اياه. مرة لمسة رهيبة والله، عجبتني اللمسة ذي بالمود، انه ايش تلاقي من الاعداء ذولي شايفينه. الساتر جات فيني حتى انا عارف. طيب طمع عليكم. يعني والله يذكروني بعدها يا اخوان، لعبه من العاب السولز كانوا زي كيجي لين عندكم فجر. والله ناسي فين دارك سول، والله ناسي بس متاكد 100% يعني اللي سوى المود ذا اخذها من لعبه من العاب السولز كذا، عدا يجون لين عندكم فجره. والله ناسيها بس متاكد 100% من معلومتي، يعني ناسي شيء اللعبه اللي تسوي الشيء ذا. في ذا كمان هنا، فخلونا نختصر كل شيء ردي كذا. اوكي هذول سمعوا صوتي. مدانجة ودي طعنة، هل المدانجة ودي طعنة؟ يعني هم اثنين وفي واحد كمان واقف هنا، هنا واقف. انا ابغى يلف والله ياخذه. والله شايفين بلا كم واحد، مصيبة والله. يعني لو واحد بس منهم اديته طعنة انا بالسليم. اوكي اوكي حلو حلو حلو. لا اوكي يا سلام، هل المدان يلحق ودي واحد منهم طعنه؟ آه والله ما مداك. اخر شيء تبغاه باللعبه دي انه يصير فيك زي اللي قاعد يصير فيني دحين. لا والله مت مصيبه والله. خلنا نفتح الباب ده واجيبهم علينا واتفاهم معهم برا، يعني اقل عقلي اقل عقلي يا جماعه الخير ما ادري ادي واحد فيهم طعنه. بالله خلونا نسوي كذا، ليش لا؟ فين خلونا نسوي كذا، يعني عشان اخر شيء ابغى اني اموت. ان شاء الله لحق اديت شيمانجي، لو اديته نكد علي الله ياخذه، لو اديته ضربتين بديت شيمانجي كان راح يموت. حلو حلو اوكي بقول الثاني هذا ما ادري من فين طلع. لا اوكي الحمد لله اني استخدمت المهارة اللي تردني من جديد. اوه ضربت هذيك لو جت فيني مصيبة.
أنا أتوقع كنت راح تنهيني يعني. ذا اللي دوب قتلته كان بضرب ضربة جامدة صدقوني. تحت خلاص ما في شيء، بعض الأعداء بس، وفي ذا كمان أظن. لا لا بس هنا ما في اختلاف صدقوني من اللعبة الرئيسية يعني. المود ما ضاف أي شيء تحت هنا. أنا زي ما أقول لكم ختمته مرة واحدة قبل ما أبدأ التختيمة دي، أعرف كيف بس عشان يعني أعرف أماكن الزعماء وأحرص إني إيش ما فوت شيء. خلونا نسوي ريست الحين. وهنا عندنا زعيم، أحب أواجه الزعيم ذا يا جماعة آخر بالمهارة حقته. يعني الزعيم ذا عنده مهارة، عارفين يا جماعة آخر عنده مهارة اللي هي ذي. عارفين انه دوبي قتلته ذاك اللي تحت، يعني انا احب اواجهه بالمهارة حقته نفسها، ونشوف مين اللي يعرف يستخدمها افضل. في كيف هو؟ خلونا الحين نخش فيه. اخذ ديها بس حبة كذا، او خلونا نديها حبة كذا ليش لا. اوكي يا جماعة آخر خلونا نخش فيه ونبدا احنا. والله ما افتكر يسوي لتشي مانجي، والله ما افتكر يسوي لتشي مانجي، والله شكله حموت. قديه لا، والله زي ما اقول لك والله ما افتكر يسوي الاتش مانجي. الله ياخذك يسويه ويسويه كثير كمان. لا والله ولا فناد. اوه الفاس الثاني صار الاعداء يا جماعه تخرب اللعبه دي لما يصير عيونهم احمر، هذا معناته صاروا اجمد، فخلنا نسوي كذا. والله زي ما اقول لكم ما افتكر يسوي الاتشي مانجي. ويلك يسويها صح، الله ياخذه. لا يوهو. والله ما يوقف كمان. لا لا ايش قاعد تالف يا عبد العزيز. ضربة السم والله دحين بمنه. ان شاء الله لحق قوي نفسي. اوه اتشي مانجي، شاكل اتشي مانجي انتبه. اوكي اوكي والله ضيب غلط تركيز. بشركم قريبا هي. اوكي اوكي انا هنا. الله ياخذه، والله كان جامد بس الحمد لله قدرنا عليه. دحين يا جماعة اخر فوق في ايش مثلا نواجهه، بس بالله ثواني خليني بس اشوف يعني كاتب اللعبة كيف راح اكتبها. بس خلونا نرجع الملاحظات اللي كاتبها. طيب يا جماعة الخير يعني انا كاتب القوائم انه بعد ما اقتل الزعيم ذا نروح اللي هو السكن فالي. نروح السكن فالي يا جماعة الخير، نروح له السكن فالي بس ايش ما راح نواجه القرد بالحلقة دي، راح نواجهه يا جماعة الخير الحلقة القادمة اظن او اللي بعدها. فدحين يا جماعة الخير راح نواجه ايشن بس مو دحين. دحين يا جماعة الخير نبغى نروح السنكن فالي. السنكن فالي نروح له من هنا. رهيبين الزعماء اللي بالسنكن فالي، يعني في هذيك الحرم اللي سموها شو اسمها اظن عين الافعى، ايوه هذا اسمها عين الافعى. رهيبة رهيبة، صارت تضرب ضربات جديدة وصارت قوية، ودحين تشوفوها. ايوه من هنا نروح له. اكيد ما راح اواجههم ذولي. والله يا جماعة الخير من افضل الزعماء بالمود هذا البوما، لا يفوتكم. ان شاء الله راح نواجهه ضمن الحلقة الثالثة. رهيب والله يا صار رهيب. انا حتى البوما والله جلست معاه بالذات المواجهة الثانية. في يا جماعة الخير البوما ابو سكيرو. جلست معاه يمكن زي يومين. لا لا يا ساتر والله دقت زر الصد بدري. اقوي نفسي. اوكي فرهيب رهيب البوم، راح تشوفونه واجهه باذن الله. المواجهة اللي هو كبير وهو صغير الاثنين. هنا تحت صدقوا ما في اي شيء، يعني اللي يلعب اللعبة صراحة ما انصحه ينزل تحت هنا. في كثير من حقون المدافع صدقوا بس عندهم بياع يبيع
أداة من الأدوات هنا تحت أصلا تلاقي، والأداة ذي قدام باللعبة ما بدك تأخذها بفري، اللي هي يا جماعة الخير ال بس خلونا ناخذ أعتقد السكر اللي خليك تختفي ذا، أيوة بس المهارة تخليك تختفي تأخذها من هنا من عنده، بعدين تلاقيها خلاص يعني تلاقيها يا جماعة الخير بفري تأخذها، صدقوا تأخذها بفري. الله ما كنت ابغى اقتله مره كمان بس خلاص بما اني وصلت له بيسوي الضربه اللي اكرهها والله. كان الحمد لله اني انتبهت، انا ماني حاطط التشيمنجي خلونا نحطها. احنا عندنا اثنين ذولي خلونا نبدا بده وخلوني اروح اقتل انتبه وروح اقتل هذا. والله ياخذه والله لازم انتبه هنا. لا نهان الله ياخذه يا ساتر. والله كم مدري ادي طعنة بس ايش قلت انه واجهه كذا. انهيه يا سلام لهنا. يعني والله بدعوا صراحة شركة فروم سوفت باللعبة دي من ناحية القتال، يعني شوفوا اللي هو يا جماعة اخر لعبة بلاد بورن وديمون سولز واللي هي ال دارك سولز كلها تقريبا القتال متشابه تقريبا، اما بسكيرو يعني زي ما تقولوا خرجوا من الاشياء اللي كانوا متعودين عليها وبدعوا. والله والله بدعوا يعني سووا شيء جديد ما ادري كيف ما شاء الله عليهم. انا برايي يعني من اجمل واجمد الاشياء اللي شفتها اللي هو القتال، قتال باللعبه دي يعني الموسيقى عارف كيف والصوت اللي يجي لما تصد صح وفكه بالحديد كذا والصوت اللي يجي لما تطعن مره شيء رهيب كله على بعض. القتال والله بدعوا فيه مره شيء حلو. الحين راح نشوف ان شاء الله ايش هنا باذن الله ما اكون غلطان. هل راح نشوف ايش هنا؟ لا والله مو هنا. والله ما ادري ليش مو هنا صراحه اكون صريح معاكم. يعني المفروض الاقيه هنا ولما تلاقيه هنا يديك علم. اوه بعد ما تقتل جنيت شرو قتلت جنيت شرو ايوه افتكرت. اذا قتلت جنيت شرو يا جماعه الخير وجيت هنا راح الاقيه واقف هنا. تقول لي يا عبد العزيز ايش راح استفيد؟ طيب اذا لقيته واقف هنا راح يديك شجره المهارات هذه. خلينا بس اوريكم يا جماعه الخير. راح اديك شجرة المهارات هذه هذه يا جماعة الخير اديك اياها مرة رهيبة بالذات المهارة دي. المهارة دي يا جماعة الخير تقريبا تنقص نص قوة الاعداء وبعضهم تنهيهم من ضربة رهيبة والله. هذا بما انه معي خمس نقاط من المهارات خلونا نستخدم ال نقول اتاك باور. يعني شوف دحين اتاك باور عندنا كم 64 دحين ان شاء الله راح تصير 65. ايوه شايفين صارت 65 هذه تجيبها لما في كويست تسوي اول ما تسوي خلاص يصير مداك تجيب هذه اللي تقوي الاتاك باور. بس صدقوني والله من يعني خبرتي يعني البسيطه باللعبه يعني الاتاك باور يا جماعه خير مي مره مهمه. الحين في عندنا طريق من هنا شايفين من عند هذاك اللي قاعد يلفلف كذا وفي عندنا طريق من هنا خلوني ابدا باللي من هنا وبعد اروح مع الطريق اللي من ورا اللي اعتقد انه الاساس اللي من ورا الاساس اللي من ورا ايوه اعتقد الاساس. انا كلها راح اروح منها خلونا نبدا باللي من ورا. ايوه صح صح من قدام معلش اللي من الاساسي من هنا طريق جانبي خلونا نروح من عنده. اوه والله بدك ما صدها لا بس معلش ثواني اوكي انا حطه مره صح
خلنا احنا نكمل على هنا. فافتكر اول مره لعبت اللعبه دي يا جماعه الخير كنت ضايع، ومو بس انا، كنت اشوف يوتيوبر كثير يلعبوه يعني صراحه ضايعين باللعبه دي، وانا اكثر واحد كنت ضايع فيهم من جد والله. يعني ما كنت فاهم يعني ايش اللعبه الغريبه دي، يعني انا ما افتكر يعني صراحه يا جماعه الخير انا مختم العاب كثير، كل الالعاب خلاص على طول. كنا افتكر واحد يمشي من هنا، لا والله ما في احد. كل الالعاب يا جماعه الخير خلاص على طول تدخل قتال، مو صعب. اما سكيرو لا، يعني لما سواها يعني من وجهه نظري انا لما سواها ميزاكي اللعبه دي يعني يبغى انه اللاعب على فكره لما يلعب اللعبه يتقنها بعدين خلاص يقدر يلعبها، اما بالبدايه مره صعب يعني الفكره، لازم بالبدايه تتقنها بعدين خلاص بدك تلعبها. اما لو ما تقنتها راح تشوفها ممكن اسوأ لعبه تلعبها بحياتك، بس اذا تقنت صدقوني يا جماعه تاخر من تجربه والله تصير ممكن افضل لعبه تلعبها بحياتك. دحين من هنا خلاص ما في شيء، في كانت بحيره ورا البحيره ذيك يا جماعه الخير فيها واحد من الهيد ليست تعرفين هذولي، ابدا انا ولا قربهم يعني ما هم مهمين، يعني في نوع من الزعماء باللعبه دي يسموهم الهيد ليست لما تواجهوا كذا ما له راس كيف. هذول يا جماعه الخير لما تقتلهم يدوك بعض المهارات يعني رهيبه، يدوك يعني بله بس ثواني يدوك يا جماعة الخير زي السكر هذا، السكر ذا ميزته لما تاخذه، بس خليني اوريكم اياه، لما تاخذه ضربتك تصير سم على الاعداء ثقيلة تصيروا قوية زي ما شفتوا الزعيم ذاك لما كان حاط السكر ذا استخدمه الاحمر، شوفوا كيف مرة مرة يا جماعة الخير الضربة اللي يضربها تصير ثقيلة وتسوي ضرر كبير، وحتى انت بدك تسوي الشيء ذا. فإذا قتلت الزعيم واحد من يعني زعيم من الزعماء حقنا هيدرس تاخذ سكر زي كذا ما ينتهي، اعتقد ما ينتهي والله هو يحتاج شيء بس والله ناس ايوه ياخذ من الرموز، شفنا الرموز عندي 20 ياخذ منها اظن السكر، فيعني ما بدك تستخدمه يعني بس لكن مو على طول، بس اذا سويت ريست ترجع من جديد خلاص بدك يعني ترجع تستخدمه من جديد، يعني هذه ميزه من الميزات اللي تاخذها لما تقتل الهيدرس، بس لكن ما تاخذ من السبح ولا تاخذ من فين يا جماعه الخير ولا تاخذ من الجراوند سيت. الجراوند سيت هذه اللي تزود الاسعافات. الحين هنا خلوني اختفي، خلوني اختفي والله ناس ايش فيه هنا، بس كانهم قاعدين يواجهوا بعض. الا والله مين قاعد يواجه مين؟ لا خلونا نلحق بس نشوف مين قاعد يواجه مين. هذا الصغيرون جا خش فيهم والله كفو. اوكي وقتلوه والله قتلوه كمان سريع سريع غريب، يعني هذا من اقوى الاعداء باللعبه. دحين خلونا نطلع على فوق هنا، هنا افتكر يا جماعه الخير هنا لا فوق لا لا والله بدايه سيئه، انا شكلي حموت هنا بس والله كفو ما هم شايفيني. تقولوا لي ليش عبيزمك ما هم شايفينك؟ صدقوني عشان ممكن اوكي عندنا قردين هنا ايوه الحمد لله افتكرت هذول زي كذا ثاني يوم، يعني ما هم شايفيني ممكن عشان ال حلو حلو الحمد لله صدته عشان قتلت جريتشرو بالبدايه فكرني بدايه اللعبه، يعني والله انا ماني متاكد من المعلومه دي بس سمعت انه اذا قتلتهم يا جماعه الخير اذا قتلت جريتشرو بدايه اللعبه الاعداء يعني بزياده ما يسمعوا صوتك. والله ما ادري كم اجت طعنه دي بس يلا اعتقد خلاص يعني سويت كل شيء يعني باللعب الرئيسيه يا اخوان. فوق هنا تلاقي اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تلاقي تلاقيه جراوند سيد البذره، البذره اللي تقول لك اسعافات تكثرها، يعني كانت موجوده بالدرين كمان النظام ده، حتى كان اسمها بالدرين افتكرتها والله ما شاء الله اسمها جولدن سيد، اذا جبت اربعه خلاص الاسعافات تزيد.
وخلونا دحين نكمل على هنا. دحين راح نواجه الحرم اللي اقول لكم عليها اللي اسمع عين الافعى. رهيبة رهيبة، من افضل الزعماء الجانبيين عندي يا جماعة الخير. لا والله ما ضل يبقاه. اوكي لازم اقتل ده قبل ما اشوف الثاني. اوكي دحين بقينا ذا بس، خدي كذا. حلو حلو، يعني مرة دي صراحة تختصر لي كل شيء، كل شيء تختصر لي اياه. دحين يا اخوان خلينا نسوي ريست. ايوه ابغى اسوي ريست انا، وابغى اختفي، ابغى اختفي. لا لا لا، مو مهم اني اختفي. خلونا نتكلم ذا. ما افتكر يدك شيء. اوكي خلونا نطلق دحين. يعني اللي يعرف الزعيمه دي وحافظها راح يلاحظ احنا راح تضرب ضربات جديده. اوكي والله ما ادري ايش بها معلقه. خلوا اديها كذا عشان تصحصح. والله شيء اول مره اشوفه يا جماعه الخير. اوكي اوكي اوكي، صارت تسوي الحركة الثانية. لا لا مرة ما يصير كذا، لا والله مرة ما يصير كذا، غريبة صراحة. ما ادري يعني بعض الاحيان يعني ممكن نموت في بعض الاخطاء، فايش؟ خلونا نرجع كذا. والله دوبها طلقت بالمسدس حقها. اوكي يا اخوان ان شاء الله دحين راح تواجهنا. يعني صراحة أول مرة أشوف الجلتش هذا اللي دوبه. بإذن الله دحين تهجم علينا. يعني مواجهتها حلوة صراحة، عندها ضربات جديدة ف خسارة موريكم هي. شايفين صارت تطلق طلقتين أول ما كانت تطلق طلقتين، يلا طيحوا ضربتها السم. لا أوكي أوكي خلقوا بنفسي. حلو حلو، دي عملت شمانجي كيف اديناها. شايفين اول ما كانت تهجم الهجمه دي. حلو حلو، نحن في الفصل الاول. اوكي اديت شمانجي كمان. كفو كفو، صدقوا قربت النهايه لكم. انهيها يا سكيرو يا سلام. نهاها الحمد لله نهيناها. وكمان حتى دي ما تستدعيها. سنيك اي ميموري اللي هي ذكرى للسنيك اي. يعني زي ما قلت لكم في مكان تروح له يا اخوان وبس تسوي كذا وتجي للسنيك اي هذه وتواجهها. مرة رهيبة صراحة، من أفضل الزعماء الجانبيين عندي. دحين تفتكروا في أعداء هنا؟ اللي طلقوا عليك صاروا كثيرين، مرة كثيرين دحين. مرة مرة صاروا كثيرين. إن شاء الله أنا كله أبغى أوصل للشيك بوينت. عشان صدقوني مو معقول راح أقتلهم كلهم. صار في قرود هنا دحين. صار في قرود يا جماعة الخير دحين. بس اوكي 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 فلت فلت يا لطيف. والله حتى ما في وقت عاجل نفسي. دحين راح تجيني طلقة شكلي. اوه هذه صارت هنا كمان، شوفوا كيف. اي والله نسيت والله، شايفين هذه؟ هذه اللي دوبر واجهناها. اوكي اوكي انا كله ابغى اوصل للي هي الشيك بوينت، فخلنا نروح له بسرعه. يعني ذولي كلهم قد واجهناهم، فخلاص صدقوا لي مو لازم نواجههم مره ثانيه. ومتاكد انا ما في شيء ورا، يعني بعض
بعض الموارد يا جماعة الخير اللي تقوي لك الأدوات حقتك اللي هي الفكرة بالأسلحة دي. بس لكن خلاص يعني أنا عشان تقريبا كلهم قوية فيعني ما تهمني الأشياء ذيك. فدحين عندنا الزعيم هنا، عندنا الزعيم هنا يا جماعة الخير. أيوة خلاص أنا كده تمام. بنسأل الزعماء ده مرة سهل. بدأت ما تستخدم مع المهارة دي. يعني كل عليك تصد صح مع الزعيم ده بس. كافو كافو. أنا فسر وسريع سريع. ما بدك تنقز كده كمان. حلو إن هنا الحمد لله. الحين الباب ذا عشان نفتحه لازم نقتل جريتشرو. عشان بعد ما تقتل جريتشرو تلاقي اللورد كورو. أو في كيف تحت كده تنزل لها. تنزل له الى لا من مستوعب انه ذاك ولد. تنزل له بعد ما تنزل يديك مفتاح، المفتاح يفتح لنا باب ذا. فخلونا دحين يا جماعه الخير نروح نواجه جريتشرو. ويلك صار رهيب جريتشرو، والله صار رهيب يا جماعه الخير اللي يفوتكم. يعني صار يضرب ضربات سريعه وصار كمان اللهم صل وسلم على نبينا محمد من اول فيس استخدم ضربه البرق صار استخدمها من اول فيس. يعني اللي يعرف اللعب يعرف انه قلت شروب الفيس الثاني استخدم ضربة البرق. دحين يا حبيبي من الفيس الاول خلاص استخدم ضربة البرق. الفيس الاول الفيس الثاني كمان. ما الفيس الثاني استخدمها بزيادة كمان. شوفوا دحين. يعني الهدف اني اقدر عليه من اول محاولة. هذا الهدف اللي احاول اوصل له. ان شاء الله اقدر. والله قدرت ما قدرت يعني. يعني والله صراحه يا جماعه الخير انا اللعبه دي واي لعبه العبها والله ما يهمني يعني اني يعني اكون لعيب. يعني والله كل اللي يهمني بس اني يعني اسعدكم يعني وكنت دائما مستمر يعني بالمحتوى اللي انزل لكم. اوكي خلينا نخش فيه. حلو حلو ابشركم بدايه حلوه. لا والله ما ابغى المهاره دي. اوكي اوكي. حلو عطى من التشمانجي. حلو عطنا من التشمانجي. والله عنده ضربات الحين راح تشوفوها. يعني بحاول اخليه هو يهجم. اوه رهيبه ضربته دي والله. مصيبه ضربه السهم دي. بس الحمد لله تجنبناها. لا والله بدعت الفيس الاول. ان شاء الله حتى بس الثاني نفس النظام. لا اللي فيني. اوكي بس ما جت في الله ياخذه. بسم الله شفته كيف سريعه. انتبه. اوكي خلونا نديم الشيمانجي. ما جت فيه. أنا شوف إني أقوي نفسي أفضل. حلو حلو إلى الآن تمام. شوف الضربة دي. أوه بس ما جت فيه كان بعيد الله ياخذه. بس رهيب والله تعجبني. جت فيه. أوكي جت فيه أبشركم. خلونا ننهي لكم الفصل الأول. كافو كافو نهينا الفصل. يعني هذا كله الفصل الأول. الحين الثاني عاد. ما يديك فرصة تسوي شيء. خلونا نخش فيه. خلونا نخش فيه يا جماعة الخير. حلو لا بشركم بداية حلوة. بداية حلوة يا جماعة الخير. انتبه. والله الصوت حق بروح فيها. أي غلطة راح أموت. اوكي خلوا قوي نفسي افضل.
مكان وجدت فيه هو ذا اللي نبيه. انهيه. الله الله. الحمد لله انا هنا. شفتوا قبل يعني نسخة اقوى من جلتشرو، يعني جلتشرو اللي باللعبة الرئيسية يا جماعة الخير ما يألف الاشياء الكثيرة دي، اما بالمود ده يألف اشياء كثيرة والحمد لله قدرنا عليه. فصراحة يا جماعة الخير انا راح انهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، اتمنى انه كنت خفيف عليكم، واتمنى انه الحلقة الاولى من لعبة سكيرو مع المود نالت اعجابكم. واتمنى يا جماعة الخير ما تنسون تضغطوا زر لايك والسبسكرايب، او بالله بس طلب بسيط يا جماعة الخير، يعني يا ليت اللي وصل الحلقة للنهاية يعني طلب بسيط بس يحط لي بالكومنت رقم 7 وخلاص، وانا راح اعرف يعني اللي وصل الحلقة للنهاية. والله من كل قلبي شكرا لك، اتمنى توصلوا دعمكم، وان شاء الله يا جماعة الخير اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.